اهلا وسهلا مشاهدينا الكرام في البيداء بودكاست في هذه الحلقه التي سنتحدث اليوم عن برنامج التوجيه والارشاد الاسري الاسبوعي من 21 الى 25 يناير بولايه طاقه بمركز الوفاء. وبهذا الصدد وبهذا الموضوع الشيق عن ماذا يقدم مركز الوفاء وماذا ايضا الحلول والمشكلات والتحديات التي يعالجها، يسرني ان استضيف بكل بساطه بكل عجاله بدون مقدمات وتفصيليه ان يعني اقدم لكم الفاضل ابراهيم عبد اللطيف اخصائي تربيه خاصه من جامعه طنطا بمصر جمهوريه مصر العربيه. اهلا بك دكتور، يا مرحبا. والفاضل حسن العتوم اخصائي تاهيل توحد من جامعه عجلون المملكه الاردنيه الهاشميه. اهلا بك استاذ حسن. واخيرا وليس اخرا الفاضله رانيا انور ابو النجا، وهي اصرت على انور ابو النجا اخصائيه علاج نطق وتخاطب وماجستير في ايضا في هذا الجانب من جامعه القاهره من جمهوريه مصر العربيه. الجميع اهلا بكم. يا مرحبا. وانا سعيد جدا انه هدفنا في هذا اللقاء انه نركز على مركز الوفاء بولايه طاقه، ومركز الوفاء غنى عن التعريف في كل عمان، وهي خدمه للمواطن خاصه لدعم المواطن الذي قد يعاني من ايضا اضطرابات فيسيولوجيه واضطرابات ربما معنويه او معنى نفسيه. نعم. هذه النقطه. والنقطه الثانيه سوف نتحدث بعمق اكثر عن كل تفاصيل ربما اخصائي اللي عن عمقه ربما تخصصه ونتخاطب. والان نحن يعني بكل صدر ارحب، بمعنى انه نريد نوصل رساله انه هذا الامر لابد ان يصل ثقافه التعامل مع المراكز الوفاء بشكل عام على مستوى عمان، ان لابد ان يكون لنا ايضا الاسر والمواطن ان يتعامل معها بشكل ربما يتقبلها ويتكيف معها. اهلا بكم مره اخرى. وابدا معك استاذ ابراهيم عبد اللطيف، ومن كلمه عبد اللطيف ابدا معك عن مركز الوفاء بولايه طاقه وماذا قدمتم من 2014 لليوم على المستوى الشخصي، وايضا المركز من 2000 سنه 2000 كما يعني يقدم خدماته للمجتمع، اين انتم وكيف انتم؟ بسم الله الرحمن الرحيم. في البدايه نشكر حضراتكم على هذه اللمسه الطيبه، لان احنا طبعا محتاجين لان نضع هذا الضوء امام جميع المواطنين وجميع الاسر والامهات، خاصه الامهات، لتوعيتهم وتثقيفهم في هذا المجال. فمركز الوفاء بولاية الطاقة أو مركز الوفاء على مستوى السلطنة هو أحد مؤسسات وزارة التنمية الاجتماعية، والتي يهتم بالتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة على جميع فئاتهم وجميع حالاتهم وجميع مستوياتهم في الإعاقة، فيشمل كل مستويات الإعاقة وفئات الإعاقة مثل الإعاقة الذهنية والإعاقة الحركية واضطراب طيف التوحد وكذلك الإعاقة السمعية والبصرية والشلل الدماغي إلى آخره من الإعاقات. فمركز الوفاء هو مؤسسة متكاملة حكومية. نعم. تبع وزارة التنمية الاجتماعية، وهي مؤسسة متكاملة يعني تستلم الحالة وتعمل وتسوي لها أو تضع لها تقييم شامل فني شامل من النواحي النفسية والاجتماعية حتى النواحي الطبية كذلك، ونضع لها خطة بعد إتمام عملية التقييم، خطة فردية لكل حالة بعد أن تمر الحالة بمرحلة مرحلة التقييم من قسم التربية الخاصة ثم قسم العلاج الوظيفي ثم قسم العلاج الطبيعي ثم قسم النطق والتخاطب، ثم يجتمع فريق العمل ككل ويضع التقرير النهائي الذي بناء عليه يضع الخطة الفردية التي تناسب تأهيل هذه الحالة. والطفرة اللي الحمد لله اللي ربنا وفقنا فيها هو عملية التدخل المبكر، ودي اللي بنادي منها من سنوات وكانت تنقصنا من سنوات، التدخل المبكر كتير طبعا نتيجة الثقافة يعني المجتمعية اللي كانت موجودة في من قبل، بعض الناس ما كانوش يتقبلوا مسألة الإعاقة، خلينا صراحة، والمسألة دي خدت منا مجهود كبير جدا لتوعية الناس وتوعية الجمهور. اللي ربنا يقدر له مثلا حاله من حالات ذوي الاعاقه كان بيفضل ان هو يجعلها حبيسه في البيت لظروف يعني
أو ثقافة يعني اجتماعية موجودة في المجتمع ما يحبوش يظهروا هذه الحالات. ولكن بفضل الله عز وجل وفضل مجهودات الدولة السلطنة ووزارة التنمية الاجتماعية متمثلة في مراكز الوفاء أصبح في توعية اجتماعية، بس أصبح في زيارات ميدانية تقوم بها الأخوات المساعدات والأخصائيين بالمركز للبيوت داخل البيوت نفسهم، وعمل عملية توعية للأمهات وأولياء الأمور. هذه الحالات هذا هبة من الله، ولا يجب ونشكر الله على هذه الهبة، ولا يجب أبدا نجعلها حبيسة القدران، بل نجعلها تأخذ حقها في المجتمع ككل، بل إن الحالة دي يعني لها فضل على المجتمع. أستاذ إبراهيم عبد اللطيف، أنت تربية خاصة، نعم نعم، عشان ماذا تقدم تربية خاصة؟ ما هي الأشياء اللي تعالجها أنت في مركز الوفاء؟ المركز الوفاء، قبل ذلك أريد أن نتعرف على التربية الخاصة. التربية الخاصة، نعم، التربية الخاصة هي مصطلح شامل، مصطلح تربوي، برامج، مجموعة برامج تربوية أساسا لفئات غير عادية. وليس بعض الناس لما يسمع كلمة تربية خاصة ينطبق ذهنه في ذوي الإعاقة، لكن التربية الخاصة أصلا يعني تشمل الفئات الموهوبين الموهوبون والقدرات العالية المتفوقين كمان، لان ده اصلا خاص، له برنامج خاص في التربيه الخاصه، في التربيه الخاصه، لا مش شرط السلبي، يعني مش شرط جانب الاعاقه فقط. نعم، لان بعض الناس يعني يروح ذهنه على طول لايه، تربيه خاصه يبقى عنده اعاقه. لا، في التربيه الخاصه ده برنامج شامل تربوي متخصص لبعض الفئات التي تمتلك قدرات غير عاديه. بس طبعا هنا تمتلك اعاقه، اصحاب الاعاقه طبعا اللي احنا طبعا ربنا جعلنا سبحانه وتعالى سبب ان احنا نرتقي بهم ونساعدهم، طبعا يشملهم هذا البرنامج الايه، التربيه الخاصه. لان برنامج التربيه الخاصه ده برنامج فردي، كل حاله لكل حاله بعد ما اتمام عمليه التقييم يتم فورا عمل خطه فرديه تتناسب مع هذه الحاله وامكانياتها وقدراتها وحسب شده الاعاقه ونوع الاعاقه. يعني الحاله اللي عندها اعاقه ذهنيه تختلف عن الحاله اللي عندها اضطراب طب توحد، تختلف عن الحالة اللي عندها إعاقة بصرية، تختلف عن الحالة اللي عندها شلل دماغي. كل حالة من هذه الحالات لا خطة تتناسب معها. يعني أنتم أول محطة التربية الخاصة، أنت أول محطة نعم تستقبل الحالة وتقوم بعملية التقييم، نعم، ويساعد عملية التقييم ويشارك فيه فريق عمل، ليس شخص لوحده، مجموعة من الأخصائيين. تفضل مشاهد نقدم الصورة أكثر. كم العدد؟ عدد الفريق العمل المشارك من 4 إلى 5 أشخاص، أخصائي التربية الخاصة. أول عددكم أنتوا واحد شخص، أخصائي تربية خاصة واحد. يضاف إليه أخصائي نطق وتخاطب، يضاف إليه أخصائي علاج وظيفي، أخصائي علاج طبيعي، كذلك أخصائي نفسي تحت طبعا بمشاركة مدير أو رئيس المركز، بيكون مع عضو في هذه اللجنة اللي قائمة على التقييم. نعم، وخلال امتحانات معينة، لا خلال أولا المقابلة والملاحظة الشخصية بداية طبعا من الخبره، مجرد ان انا اول ما بتخش عليا الحاله طبعا تداول الحالات، فالاخصائي اصبح عنده شيء من الخبره، على طول بيقدر يعرف الحاله دي غالبا تشخيصها هيكون ايه، فيبدا على طول يجهز الايه الاختبارات التي تتناسب مع الحاله. اذا انت بينت لي في المرحله هذه انتم التربيه الخاصه هي مجموعه من البرامج التربويه، نعم، التعبين، وهي المسحه هذه او نعطي نوع من التشخيص لها من خلال تتوجه لحسن. متى توجه لحسن العتوم؟ نعم، هذا المرة. نعم، يعني متى نتوجه لك يا أستاذ حسن؟ مرحبا بك في هذا اللقاء. أهلا وسهلا فيك. وبعد ما أعطى التشخيص، شكرا على الاستضافة. نعم، تفضل. البداية لما أنه الطفل يفوت على المركز، بداية المركز دائما بيستقبله الأخصائي الاجتماعي، هذا أول نقطة. أول نقطة، نعم، بيستقبله وبأخذ الأهل، تمام، بيعملوا كيس ستدي، دراسة حالة، بقعد مع الأهل بشوف شو احتياجات الأهل، شو المعلومات اللي بتطلع من الأهل عن الحالة. إذا الحالة بتبلش الآن من الأخصائي الاجتماعي، الأخصائي الاجتماعي برافق الحالة، تمام، بتفوت أول شيء عند إيش؟ الأستاذ إبراهيم، اللي هي إيش؟ التربية الخاصة. والأخصائي النفسي مع مين بيجلس؟ مع الأهل، تمام. هي الآن أول ما يبلش بفوت عند الأستاذ إبراهيم، الأستاذ إبراهيم بيعطيه observation، ملاحظة مباشرة إله، تمام، من خلال خبرته، تمام، بيبين في جوانب تشخيص للطفل حسب كل نوع إعاقة، تمام. لما يفوت عند الأستاذ إبراهيم، أستاذ إبراهيم في عنده معيار للتربية الخاصة، معايير هاي مستندة للجمعية الأمريكية للطب النفسي، هاي نأخذها إحنا ونقيس عليها الولد، هذا المعيار موجود، تمام. يا إنه إحنا بنلاحظه كأخصائي، أنا بلاحظه على الطفل، يا إنه بسأله للأهل وبأخذ معلومات إيش منه.
بناء عليه تمام فحصوا الأستاذ إبراهيم بين أنه مثلا الطالب مثلا مش بحاجة لخدمات التربية الخاصة. بكتب ملاحظة عنده في ورقة بين الأخصائيين, بكتب ملاحظة الطالب ليس بحاجة لخدمات التربية الخاصة. بعدين وين بنتقل؟ بنتقل عندي على أخصائي إيش هي حالات التوحد. أول ما يفوت الطفل على غرفة التوحد تمام بعطيه الحرية الكاملة. فالأصل الطفل لما يفوت ما يكون معه أهله, لأن يعني بالبداية جاي على بيئة مختلفة وناس غريبين, فرح يكون في خوف بالنسبة للطفل بالبداية. بعدين لما يفوت الطفل عندي في بعض جوانب, في عندي اختبارين. هسا الطفل إذا كان 9 سنوات فأقل بستخدم معه اختبار غاز, اختبار الصورة الجانبية. اختبار ماذا؟ جارز. جارز. بيكسف عن نسبة الأوتيزم التوحد. واختبار الصورة الجانبية اللي بيقيس الأبعاد, البعد الاجتماعي والبعد المعرفي والبعد الاستقلالي. نعم. تمام؟ والبعد إيش؟ الاتصالي. هذا إذا كان الطفل عمره أقل من 9 سنوات. إذا كان عمره 9 سنوات ما فوق. له درجات معينة. عذرا أستاذ حسن. كم درجة معينة؟ من 50 من 10 من كم؟ له رقم؟ في أرقام, في مستويات, في أرقام لمية. تمام؟ كل نسبة معينة. مثلا الطفل مثلا طفل التوحد من 58 فما فوق مثلا بقدر أن أخليه مستوى أول. هيك توحد حالة رقم مستوى واحد. أول بعد ما يتعدى رقم معين هيك بفوت المستوى الثاني. نعم. بعد ما يتعدى رقم معين بفوت المستوى الثالث. والأصعب مستويات ما يرتفع. أيوة هي آخر إشي الخامس. شديد شديد جدا. نعم. تمام اللي بيكون معه دائما إعاقات إيش متداخل. ما هو التوحد؟ التوحد هو يعني آخر تعريف إله جميل أمريكي. يعني آخر في تعريف أكثر كان. في التوحد هو أصلاً كان يعني مقسم لأربع حالات تمام, أربع أطياف تمام. فوحدوا تحت مظلة واحدة هي اضطراب طيف التوحد. هو اضطراب نمائي تمام عصبي بيصيب يعني بكون يعني مع الأطفال من عمر بنكتشفه مرحلة تشخيص من عمر 3 سنين تمام. بيتصف بجوانب إيش قصور عنده اللي هي ضعف بالتواصل البصري الاي كونتاكت والاي تو اي تمام, وضعف التفاعل الاجتماعي النظر العين للعين. ايوه الاي وضعف التفاعل الاجتماعي وضعف التواصل الاجتماعي وضعف باللغه التعبيريه واللغه الاستقباليه. هذا تعريف حسب المفردات. هاي تعريفه مع جوانب تشخيصه. نعم. وبكون لدى الطفل سلوكيات نمطيه متكرره. هاي هي سلوكيات نمطيه متكرره. هاي هي اللي بتميز أطفال التوحد. مثل الرفرفة, النقر على الأشياء المحيطة بالبيئة, التحديق على الأصابع, التحديق على الأشياء اللي بتلف تمام, يدور حوالين نفسه, إصدار أصوات عشوائية. هذا كلها مفردات التوحد. هاي تعتبر سلوكيات نمطية بالنسبة لطفل التوحد يعني. وهاي أكثر إشي بتميز طفل التوحد عن إيش؟ عن الإعاقات الثانية والإضطرابات النمائية الثانية. تميزها يعني مقصد مش الإيجابي يعني. تميزها إنه جوانب التشخيص مباشرة بتحكم عليه إنه توحد. نعم. في فرق بين الطيف التوحد والتوحد. لماذا أيضا مزقته الآن؟ لأن في فرق أتوقع. لأنه زي ما حكينا سابقا إنه كان مقسم لأربع أقسام تمام. فوحدوه إيش تحت مظلة طيف التوحد, لأنه طيف من كلمة طيف ماخذ جزء من كل إيش. من كل كأنه من الطيف الألوان. أيوة السبع يعني. أيوة أجزاء ماخذ من تنوع. التنوع من الطيف. أيوة. فاجتمع الأربعة اللي كان مقسمين توحد, اجتمع الأربع نقاط اجتمعا تمام, وأخذوا منها تمام اللي هو الطيف, أخذوا من كل متلازمة تمام صفة معينة فجمعوها تحت إيش مظلة اضطراب طيف التوحد. في سؤال يتوالى, هل التوحد يولد فطرة ولا هو مكتسب ربما من أشياء تأتي لاحقة يعني؟ الآن حسب ما أفهم وقرأت في أيضا في الشاشات, هل إذا تنتج لي توحد الشاشات الإلكترونية متلازمة الآن الشاشة أو شيء بهذا القبول, هل أيضا مرتبط فيه في التوحد؟ بالنسبة للشاشات الإلكترونية والأجهزة الإلكترونية هي يعني ما بتولد يعني ما بتسبب التوحد, هي بتزيد من حدة الاضطراب تمام وبتقلل تفاعل الطفل مع البيئة المحيطة. موضوع آخر مختلف عن التوحد. أيوة. تمام. إذا التوحد هو شيء. التوحد زي ما ذكرنا سابقا هو بنولد وراثي. بنولد مع الطفل. من وراثة يعني. بنولد مع الطفل, وحسب اجتماع آخر شيء الأطباء النفسيين تمام في العالم تبين أن التوحد تمام بنولد مع الطفل وأسبابه بتكون إيش وراثية. مش سيكولوجية. بس إيش السبب؟ مش إنه وراثي حدد إنه هذا وراثي, لا هي مجرد إيش فرضيات.
وقاعدين شغالين على هذا الشيء تثبت وتصير حقائق. ما واضح انه هذا لحد الان مش معروف سبب الدي ان اي معين معروف مش معروف في جين معين مسؤول هذا بيعمل هذا الاضطراب بس لحد الان مش معروف. والسيكولوجي هل له دخل في هالموضوع؟ يعني حسب انه هي وضع سيكولوجي هل الاضطراب مش دي ان اي ده ماشي افتراضي هل هو سيكولوجي ربما نفترض ولحد الان ما اثبتوا ولا اي شيء. الدراسات لين شغاله لحد الان انه يثبتوا شو ايش ليش يعني شو الجين المسؤول عن هذا الشيء اللي بيعمل هذا الاضطراب. تمام اذا ناتي لاحقا في موضوع ربما التقنيات والتكنيك اللي معالجه التوحد في هذا الامر ينتج حسب ما فهمت ايضا ينتج من التوحد وغير التوحد ايضا. نرحب هنا بالاستاذه رانيا انور ابو النجا اخصائيه نطق. نريد نفهم النطق مشاكله وتحدياته وقد ينتج عن التوحد ربما النطق. فابو استاذه رانيا ابو النجا او انور ابو النجا ماذا تقدم في مركز الوفاء لكي تعالج وتنجي ايضا الشباب والناس الاطفال الصغار انها يعني من الظلام الى النور كما اسمع على مسماك يعني. الله يخليك اهلا وسهلا بحضرتك. هو بعد ما بيجي الطفل كده وبيبدا يدخل على المجالات كلها يتقيم وبيخرج من استاذ عنده استاذ حسن بيقوم داخلين مع الاقسام الاخرى يعني بيقوم داخلين من الاقسام ببدا اشخصه بيبدا يشوف هو اصلا بيبقى خلاص احنا بيبقى فاهمين الحاله هل هي توحد او اعاقه من اعاقات تانية وبيبدا انا عندي تقييم على اساسه التقييم ده انا بقيم الطفل بشوف الاختبارات اختبار احنا في كذا اختبارات عندنا ان احنا بنقيم على اساسها بس احنا وحدنا الاختبار كامل على مستوى السلطنه باستماره من يعني قعدنا جلسنا مع بعض قبل كده اول ما جينا من 10 سنوات وكان بعت من الوزاره استماره رسميه باهداف وازاي ان احنا بنود نقيم عليه الحاله وعلى اساس ده نشوف ايه اللي محتاجها ليه. في عندي بالنسبه للتخاطب وبالنسبه للنطق احنا يعني ان هو بالنسبه ان انا عندي مشاكل ببدا اشتغل عليها وببدا اشوف هو متاثر فيه يعني اللغه فيها عندي مثلا انا عندي اهم حاجه عشان طفل يتكلم عندي متطلبات نمو اللغه هو موجود عنده ولا لا اللغه الداخليه هي عنده ولا لا كل دي اهداف انا ببدا اقيمها وبشوفها بعد كده يجيها اللغه الاستقبليه اللغه الاستقبليه دي هو فهمني ولا لا. طبعا في كل بند من البنود دي في بنود تحتها يعني مثلا لو متطلبات نمو اللغه ان هو يكون عنده انتباه وتركيز بتاعه التواصل البصري زي ما قال مثلا لو كان طفل عنده تيف توحد في التقليد الحركي هل بيقدر يقلدني ولا لا كل الحاجات دي هتنمي بعد كده عندي اللغه الداخليه اللغه الداخليه هل هو بيعرف يقلد لفظي يقلد حركي عنده ثبات الشيء بعد كده هيليها طبعا في بنود كتير بنبدا نقيم عليها بعد كده جينا اللغه الاستقبليه الفهم اللي هو زي ما قالها قبل كده استاذ ابراهيم ان في مثلا مجموعات الضمنيه اللي هي الاشياء المحيطه فهمها ولا ايه الاشياء المحيطه. اذا انا اريد نركز استاذه رانيا ما هي مصادر الان المعالجي المرضى اللي معاكي مصادرهم من التوحد مصادرهم من ايضا المرض فيسيولوجي معين لا في امراض كتير بيعاني كم عندك الان للجمهور نعرف كم عدد اللي المرضى اللي انت بتعالجيهم الان في فن التخاطب انواع المرض يعني مثلا لو في مثلا العدد هيبقى عدد مرتبط بالكميه اللي انا باخدها او بعدد الاطفال اللي انا باخدها لكن لو احنا هنتكلم عن الامراض ففي امراض كتير بيعالجها الواقعيه الان عندك الان بتمارسي ماذا المرض اللي بتعالجيه الان في مركز الوفاء ما في عندي جميع الاعاقات لو هم عندهم تاخر نمو ما في احنا عندنا في امراض كلام وامراض لغه امراض اللغه اللي هي بيبقى فيه تاخر نمو لغوي اغلبيه المشاكل اللي عندنا في المركز هي بتكون سببها تاخر نمو لغوي بسبب ايه بقى بسبب مثلا اعاقه فكريه او اعاقه سمعيه او ان هو توحد اللي هي اضطرابات تيف توحد كل الاعاقات دي بتعالج او اصابه دماغيه او شلل دماغي واخرهم الاعاقات جميع الاعاقات او جميع المشاكل الموجوده في المركز بتصب عند اخصائي النطق لازم بياخد تخاطب ليه لان هو بيبقى عنده مشكله تاخر نمو لغوي هو لو عنده تاخر نمو لغه خلاص هو بسبب ايه بيبدا يجي لي انا اقيمه واشوف ايه السبب وايه قدرته وهو فين. نعم تمام كده. واللغوي او الامراض الثانيه غير الكلامي
في ما هي دي امراض، دي امراض اللغه، امراض الكلام اللي هي لو احنا قلنا اللي هو مثلا زي التلعثم زي الخنف زي دي امراض اللي هو احنا المفروض بنعالجها كاخصائي تخاطب. لكن هو بيبقى احنا الاكثر مركز الوفاه بيعالج او بيمارس او يعني بيخدم الاعاقات. لكن احنا اذا عندنا شاغر وفي طفل او في حد طلب مننا مساعدتنا على طول بنديله ارشادات وبنديله الجلسات اللي تفيده في المنطقه في النقطه دي. يعني مثلا عندنا كمان لو اللدغه او مريض التلعثم او الخنف او قلنا ما هو الخنف يعني عشان نوضح الخنف اللي هو بيكون كلامه يكون انفي، هو بيكون سببه اصلا مشكله في سقف الحلق، في كسور في الصمام الهوائي، ممكن يكون بسبب او بدون سبب. الكسور هنا اللي هو سقف الحلق بيبدا هو يشتغل على العمليات وعمليات التجميل، بعد كده بيبدا هو ما بيقدرش يتم علاجه عن طريق الطبيب التجميل، بعد كده التجميل ده من خلال المستشفى، بعد كده المفروض بيتحول عندنا ان هو بيبقى ان هو عنده مشكله. استوقفتني حاجه من عندها لما قالت لي عمليه التخاطب الداخلي او اللغه الداخليه، ايش ما هي اللغه الداخليه؟ اللغه الداخليه اللي هي مولوده اصلا مع الطفل، اللي هو اصلا لما بيبدا هو النمو الطبيعي بتاع الطفل، ان هو لما هو صغير بيبدا ينتبه للاشياء المحيطه، اللي هو بيدرك ثبات الشيء. يعني ايه ثبات الشيء؟ هو عارف مثلا ماما لما بتبدا كل شويه مثلا بابا في المطبخ، ماما في المطبخ، سوري يعني ماما في المطبخ، فيبدا يروح ماما مثلا يروح حمام، فهو عارف ان مكان المطبخ ثابت. دي كلها الحاجات دي تثبت، يعني بيبقى بتنمي عنده لغه ثانيه، تبدا هي اللغه اللي هي اللغه الاستقباليه، انه يعني يفهم لما اقول له انا روح المطبخ فاهم مكان المطبخ فين. نعم. هي دي اللغه الداخليه اللي بتتكون من خلال الفتره السنه المرحله الاولى لنمو الطفل، اللي هو من اول مثلا نقول 7 شهور كده. في اول حاجه مرحله بتبدا المناغاه وبيبدا هو الانتباه والتركيز بتاعه، كل المرحله دي بتبدا مع الطفل. الاطفال اللي احنا عندنا ممكن تكون متاخره عندهم. نعم. ومش لسه ما وصلتهمش انه ينتبهوا، ممكن يبقى مش عارف يروح وين ومش عارف واضح ازاي وين يروح، فبتبدا احنا ننمي عنده الحته دي. نعم واضح وجميل انه عمليه الانتقال من مرحله لمرحله ايضا، وعمليه انتاج انه المراكز اللي انت قلت لها في البدايه استاذ ابراهيم. نعم. انه اريد انت حلقه متكامله. ايوه انا اقرب. نعم. للمشاهد اكثر. هو زي ما ذكرت الاستاذه الدكتور ان الاولويه طبعا الأولوية التعامل في قسم النطق والتخاطب للحالات اللي هي موجودة في المركز، سواء الحالات الإعاقة الذهنية، حالات متلازمة الدون، حالات الشلل الدماغي، حالات اضطراب طفل التوحد، فده كله بيصب في قسم النطق والتخاطب عند الأستاذة. المرحلة الأخيرة بعد. نعم نعم. فالأولوية دايما عشان أولياء الأمور ينتبهوا لهذا الأمر، الأولوية في النطق لجلسات النطق والتخاطب تكون الحالات الملتحقة بالمركز. لما يصحش يكون أنا عندي حالة مثلا إعاقة ذهنية محتاجة نطق وتخاطب ويعني أقصر فيها، لابد أن أنا أكثف معها الشغل وأكثف معها الجلسات حتى أن أنا أرتقي بها. يعني إحنا كلنا حلقة متكاملة، سلسلة مترابطة، أنا بقوم بحلقة معينة وزميلي بيقوم بحلقة معينة، وكل قسم له حلقة معينة حتى تكتمل الدائرة وتكتمل الإيه الحلقة، ونوصل لكلنا في النهاية لمرحلة التأهيل الحالة بإذن الله. أستاذ إبراهيم عندي إتراود لسؤال الآن، الوضع مش إعاقة ذهنية. نعم. إعاقة كلامية نفسها يعني تلعثم، هو مش لازم. نعم. يكون طفل، قد يكون كبير، كبير. أيوة حسب. نعم. ما أيضا نحن كنا نناقش في أخصائي تخاطب في يعني حتى الدولة موفرة أخصائي تخاطب في المستشفى، يعني هو ممكن يكون حد من هو صغير مش لازم نرجع لكم يعني مش شرط، ممكن بس هم يبقوا عارف ان هو المشكله دي. انا كان نوعي يعني الناس ونوعي من مكان مركزنا كمان ان ممكن يكون شخص هو اصلا تلعثم بيظهر من هو صغير، ممكن هو صغير مش فاهم، اما كبر مش فاهم ان هو ممكن بيتعالج او ممكن انا اقدر اعمل ثبات نفسي ليه. لا، هو ممكن يدور على اخصائي تخاطب يبدا هو يدربه ازاي يعمل ثبات نفسه، ازاي يعرف يتكلم افضل ويبقى في طلاقه في الكلام. فهو لكن احنا عندنا برضو جات لنا اشاره من الوزاره من اللجنه لما كانت لسه موجوده وسالنا الحته دي، مثلا السنه اللي فاتت كان في ان احنا عندنا الصيفي دلوقتي، الحين دلوقتي كل سنه بيجي اخر شهر في السنه بنبدا نعمل تكثيف للحالات ونشاط صيفي. فمثلا في حالات بتبقى اضطرت انها تسافر او اضطرت ان هي عندها الاطفال اولادها تانيين مدارس اجهزوا فيجهزوا،
فساعتها في الفتره دي المركز ايه اللي احنا نستقبله؟ ساعتها بنستقبل الحالات دي. وبالفعل انا استقبلنا السنه اللي فاتت عن طبعا مع الكادر وتحت اشراف رئيسه المركز سلمى، ان قالت هاتوا من القائمه الحالات اللي طلبت مننا مسانده خلال السنه. نعم. اللي هي زي التلعثم او زي اللدغات. وفعلا في ناس، في طفل جانا وكان حتى استاذ سلمى اللي استضافتنا في المكتب، الطفل قال لي انا ما عنديش حاجه، او عندي بس كم صوت عايز اصلحه عشان زمايلي بيتنمروا عليا في الفصل. بالظبط قال نفس اللغه كده، نفس اللهجه. اول ما دخلت بقول سلام عليكم، قال لي انا ما عنديش حاجه، انا عندي كم صوت كده عايزك تصلحيه. يعني وساعتها وجانا كمان كذا طفل كان عنده تلعثم، وبقوا يعني طول السنه بيكلمونا احنا، عشان زي ما استاذ ابراهيم قال ان احنا قايمين على الحالات الاعاقات، ودي تنبيه من الوزاره التنميه ان هو احنا ناخد اللي قايمين على المركز، لكن اذا في شاغر او في اعتذارات اقدر ان انا اعمل ملف للحالات دي، واقدر ان انا اعمل ارشادات للامهات، لان الحاجات دي اكتر محتاجه متابعه. يعني الحاله في حالات عندي ما شاء الله خلاص خلصت خطب واتنقلت للمدرسه، بس مثلا في حاله اصابه دماغيه. نعم. الحاله الاصابه الدماغيه بس انا عايزه انوه على دي. تفضل. ان هي بس ان هي ايه، ان احنا بنعمل متابعه دايمه مع الحاله. حلو. يعني مثلا هي كلغه متابعة. عندي. نعم. خلصت السكات الاستقبالية. بما انك ذكرت رئيسة مركز الوفاء سلمى. نعم. عيسى المعشني نوجه لها التحيه بهذا البرنامج طبعا. وايضا دوركم ايضا كبير انتم مع. أريدك يا أستاذ إبراهيم في عملية تربط لي الصحة وأيضا أنتم كتنمية الاجتماعية والتربية والتعليم. نعم. أيضا كجمهور نقربوا أكثر، أنتم من تتعاملوا، كيف يجيكم المريض نفسه مساراته؟ نعم. حتى قبل ما يجيكم، لأن قبل قليل قلت لي لا لازم يكون له مساراته حتى يكون مريض عندنا. نعم. له خطوات معينة، يعبي استمارة معينة، يذهب إلى من؟ من اللي قيموا على اساس انه ياتيكم انتم كمرحله يتم تقييمها لاحقا ربما للعلاج؟ هو في بدايه بعد ما استقبل، في بدايه استقبال الحاله عندنا في المركز الوفاء. وين يروح قبل؟ انا اريدك وين يروح قبل المرحله الاولى؟ المرحله الاولى هو طبعا التشخيص الطبي. يعني ولي الامر لما بيلاحظ اي شيء، اي تغير على الطفل منذ الولاده، السنوات الاولى، الشهور الاولى، على طول بيتوجه للايه؟ اول حاجه للطبيب الاطفال. فالطبيب الاطفال بخبرته بيبقى عارف ان الحالات ديت محتاجه انت اخصائي تربيه خاصه، او محتاجه تروح مركز الوفاء لشيء معين هو لاحظه فيه. عنده قصور مثلا في نسبه الذكاء، شك في نسبه الذكاء بتاعه، بيعمل له اختبار هناك في عندهم في الصحه، عندهم اختبار الاي كيو اللي هو نسبه الذكاء. اول ما بيجري عليه الاختبار ويلاقي مثلا مستواه متدني، يعرف على طول ده محتاج يتوجه لفين؟ لمركز الوفاء. اما بيجي لنا مركز الوفاء وبيستقبله الاخصائي الاجتماعي وبيعرضوا عليك اخصائيين تربيه خاصه، بعد ما بنقرا عليه اختبارات احنا بنشوف والله لا ده مستواه ده عنده صعوبات تعلم، انما لو هظلمه لو جلس معايا في مركز الوفاء ده محتاج يروح وزاره التربيه. ليه؟ لان الولد عنده قدرات كويسه، يعني نسبه الذكاء بتاعته مثلا الاي كيو بتاعه جاي مثلا بنسبه من 50 ل 70، النسبه دي معناها ان هو اعاقه ذهنيه بسيطه. ده على طول يروح فين؟ يندرج تحت الفئه اللي تحتاج الدمج الجزئي في وزاره التربيه والتعليم. وده الحمد لله وزاره التربيه والتعليم في السلطنه يعني عامل طفره كبيره في هذا المجال. الان انتشر في محافظه ظفار على سبيل المثال اكثر من مدرسه فيها فصل للدمج الفكري، ودول اللي هو الفئه اللي هي قابله للتدريب والتعليم، نسبه ذكائها من 50 ل 70، ودول قابلين للتعلم والتدريب في نفس الوقت. فالفئه دي بيدمجوها في فصل داخل المدرسه. في الأنشطة التربوية بيتم دمجهم مع الفصول الأخرى، يعني زي المهارات التربية الموسيقية والرياضية، وكمان لها جانب مهم اجتماعي جدا أهميته، أن الطفل من صغره اللي هو الطفل النورمال، الطالب النورمال الطبيعي العادي يعني. الطبيعي لما يشوف صديقه أو جاره في نفس المدرسة بيتعود عليه، يقدر يقدم له المساعدة إذا طلب منه المساعدة. نعم. طول ما هو بيكبر معاه في نفس الفئة اصبح هما الاثنين في بينهم ايه؟ تقارب. بالعكس لما يفاجئ بيه في المجتمع لما يكبر ويلاقي واحد مثلا معلش سامحني ماشي في الشارع كده بيلو سلوكيات يعني شويه مش مظبوطه، يعني ممكن ينفر منه، ممكن يهينه، ممكن يسبب له ضرر غير مقصود، احراج او كده. نعم. لكن لما ينمو معاه ويتعلم معاه في نفس المدرسه، واللي ان شاء الله في المستقبل واللي بننادي بيه وان شاء الله اللي نتامل يعني يكون موجود، هو الدمج الكلي. الدمج الكلي، نخرج بقى من مرحلة الدمج الجزئي في فصول التربية
الى الدمج الكلي، يدخل الفصل مع الطالب العادي ويجلس جنبه في نفس المقعد ويبقى زميله ويبقى زي زميله النورمال الطبيعي، ويعيشوا مع بعض حسب مستوى حسب قدراته. اذا استاذ ابراهيم تفضل. اذا من خلال ما وضحته انه توجه الاول بيجي من وزاره الصحه بتقرير طبي، تقرير طبي طبعا شامل كل الفحوصات. نعم وهو قد ربما يعني المرض ما يعطيك المرض، يقول لك عنده نقص في هذا الشيء، وانتم من نكمل الدور تصنفوا هذا. نعم نصنف، احنا نقدر نصنف بناء على الاختبارات والمقياسات الموجوده عندنا المتاحه، مختلفه عن الصحه. الصحه دايما بتركز على الجانب الجسمي والفيزيولوجي. يعني الفيزيولوجي السمع، درجه السمع، الاذن سليمه بيسمع كويس، تعرف خاصه اضطراب طفل التوحد ممكن تناديله باسمه ما يبصلكش، فمن اول وهله يعني. بيطنشك، هو طبيعته كده، فمن اول وهله يفكر تفكر ان هو ايه ما بيسمعش، او ليه الامر بناديله مثلا يا محمد يا احمد ما يلتفتش اليه، يفكر ان المشكله فين، في السمع في الاذن. لما يروح الصحه تاكد ان السمع سليم 100%، هنا بقى ان ايه يرجع لنا احنا عشان نقرر ايه المشكله بالظبط، ونحطه تحت الاختبارات اللي هي مقرره موجوده عندنا زي اختبار كارس اللي الاستاذ حسن اتكلم عنه، ونشوف السمات اللي موجوده فيه فعلا سمات توحد. عنده 8 سمات مشتركه ومتلازمه فيه مثلا من ضمن السمات الاساسيه زي التواصل البصري اللي اتكلم عليه بالافاضه الاستاذ حسن وهكذا. نعم. ونبدا نصنفه في المجال المناسب ليه. وبعد الصحه تصنيف عنده بعد ذلك خلاص تستلموا انتم نستلموا اذا كان شغلنا احنا بقى يعني اعاقه شديده مثلا، او الاعاقه اللي يعني تحتاج انها تكون في مركز الوفاء، خلاص بنبدا قبوله ونبدا فورا بندخل فورا، حتى يعني جزاه الله خير طبعا اداره المركز فوق الكثافه، احيانا بيبقى الكثافه عندنا مكتمله. اختلفوا الناس يعني على الاختلاف بدأ الناس التوعيه دي لها فضل كبير جدا بفضل الله عز وجل، حتى البرنامج الارشاد الاسري التوجيهي ده من نتائجه التوعيه المجتمعيه في المجتمع. انا بسال ايضا هنا حسن في عمليه البرنامج، ماذا قدمتم؟ ايش التفصيل؟ انا تقرب للمشاهد، ماذا تقدمون خلال عندكم في برنامج التوجيه او الارشاد الاسري؟ هذا برنامج على مستوى عمان كلها ومركز الوفاء البطاقه، بتقدموا بعض الجرعات في هذا الشيء؟ هو الهدف من البرنامج ككل هو التوجيه والإرشاد، تمام، والتثقيف من خلال الندوات، من خلال إقامة المحاضرات، وبشكل عام تثقيف المجتمع المحلي، تمام. وغير هيك إنه أنواع المجتمع من ناحية الإعاقة، إنها الإعاقة خلص مش مصر التعار، في مجال إنه يتطور الطفل، ينتقل من بيئة مقيدة لبيئة إيش طبيعية، وأقدر أدمجه إيش بالمجتمع المحلي من خلال إيش الورش زي ما تفضل. أول إشي الطالب بفوت على تربية خاصة، بعدين سواء تربية خاصة أو توحد، فبأخذ جميع الخدمات كاملة، فهسه راح يتطور الطالب، تمام. بالبداية نبلش مع برنامج مهارات استعداد، بعدين ما قبل الأكاديمي، بعدين أكاديمي، بعدين دمج جزئي، بعدين دمج كلي، بعدين مرحلة التأهيل المهني اللي هي مرحلة الشاملة اللي هي نظرة السلطنة 2040، اللي هي يصبح الفرد أكثر تمكينا داخل المجتمع، يكون منتج غير مستهلك. الأكثر تمكينا داخل المجتمع، يكون منتج غير مستهلك من خلال ايش برامج التأهيل المهني، تمام. والتوحد في تكنيك له علاقه، هسه التوحد له برامج له برامج خاصة بالتدريب. هسه طفل التوحد لما يفوت عندي وشخصه انا ببلش حسب كل حالة عندي، كل ليفل اجى عندي، مثلا اجى مستوى اول، تمام، بكون نوعا ما ذكي، تمام، فايش بحط له اهداف اخف تناسب. يعني اعراض اخف، ايضا بحط له اهداف تناسب بالاي كيو تبعه، معدل الذكاء، تمام، فبكون تطوره اسرع ايش من المستويات الثانيه، تمام. بعد ما يتطور عندي الطفل، تمام، انا اجي عندي الطفل حسيت هذا الطفل، تمام، راح يطلع منه شيء، تمام، وراح يتطور لقدام، بحاول اشتغل عليه ايش على مهارات الاجتماعيه، التفاعل الاجتماعي، لانه من جوانب قصور تبعيتهم بكون عنده نقص باللغه التعبيريه، غير هيك بكون التفاعل الاجتماعي عنده ضعيف، فمقوي عنده اللغه التعبيريه بالاضافه لايش للدمج الاجتماعي، بعدين بنقله لمرحله ايش التاهيل المهني، نعم، سواء كان حسب انا اول شيء بنفوت ما قبل التهيئه، بعدين تهيئه، بعدين تاهيل مهني، تمام. بنشوف وين توجه الولد، مثلا الولد بحب مثلا المسابح، الخرز، شاطر بالفاين موتر، مثلا مهارات حركيه دقيقه، كثير شاطر ومبدع، وهذاك المكعبات يدلك هاي المكعبات قبل هاي مراحل التاهيل المهني اللي بتكون خرز صلصال يمارسوا هذه الحركات، هاي يمارسوا هاي الحركات بنخليها ايش وظيفيه، ليش؟ لان طفل التوحد عنده ايش رفرفه،
هاي شيء حسي داخل خليه يتمكن يعني هاي بنخليها الرفرفه هاي بنخليها وظيفيه من خلال شو المكعب اللي تفضلت فيه ما بتكون عبث الرفرفه بتكون وظيفيه فبالتالي خلاص استخدمها فبالتالي تمام بفرغ الطاقه بالخلال ايش وفر صارت وظيفيه نعم. الرفرفه واضح هنا عمليه التلعثم اللدغه او اللدغه اللي انت قلتيها اثناء تحضيرنا لهذه الحلقه انا اتذكر ان جون بايدن الرئيس الامريكي هو ايضا رئيس اول رئيس ربما اخذ عنده هذه المشكله وتعالج منها تحدثينا في هذا يعني هل هو عالجها يعني هو صغير ولا عالجها ممكن هو كبير يعني اللدغه هذه هي اللدغه حاجه والتلعثم حاجه نعم اللدغه هي اكتساب الاصوات خاطئ فهو بدل ما يقول الكا يقولها تا والجا يقولها دا في اللي هي دي الاصوات الخلفيه في كمان في اللدغه اللي هي الاصوات الصينيه نعم. اللي هي مثلا تلاقيه يقول لك مثلا سالم سعيد فاللي هو يقول لك السين ث فدي سهله جدا تصليحها من هو كل ما يكون صغير كل ما يكون افضل لان هو عضله اللسان بتخرج غلط مثلا هي مثلا المفروض عضله اللسان تبقى تحت ورا السنه الثانيه الاسنان الثانيه لتحت لاسفل عشان خاطر السين الصوت يطلع س فهو بس اللسان بدا يكتسبه غلط فدي سهله جدا انها تتصلح وهو اطفال صغيره وياما اطفال كتير صلحوا اللدغه بتاعتهم طب لو طفل او حد كبر بيها تتصلح يعني كنا في مصر فاكره كويس قوي العياده كانت اغلبيه تيجي مثلا قبل الـ مثلا في ثانيه ثانوي او في ثانوي عشان خاطر الشرطه والجيش يقوموا مصلحين الاصوات بتاعتهم يحاولوا يصلحوا الرهله او كان اللدغه الرائيه اللي هي يقول لك الرهله او الرهغه اصعب موقف عالجتيه لمن من خلال 2014 الى 2023 موقف لطفل موقف انت تاثرتي فيه انه ما البرامج ربما لم تسعفك او لم تحلها هل تذكرينا يا استاذ رانيا شيء كذا عشان الجمهور هو اصلا المواقف كلها انت بتتلمس مع الطفل لو انت حاسس كل الطفل نفسه ففيها اوقات كتير بيبقى مثلا انا يعني فاكره اسمه طفل إيه؟ عاوزين نذكر اسمه بدون ذكر القبيله اسمه ايه لا يعني انا بس هو مش السنه دي بس يعني في حاجه مخلياني دايما في دماغي ان في كان في طفل اسمه ما افتكر اسمه مش عايزه عشان خاطر بس ما المهم يعني خلينا نقول اسمه بس هو قال لي هو كانت اصابه حادثه كان الطفل وهو صغير عمل حادثه وكان اصابه دماغيه ودي كانت تخصصي يعني اصلا مش وراثي الوضع مش وراثي لا ما كانش وراثي كان عامل حادثه وهو صغير تمام وبدانا الحمد لله هو تقريبا يعني دخل دمج اصلا خرج كان الكلام ده دخل دمج في التربيه والتعليم في التربيه والتعليم دخل دمج وطلع من عندهم الولد قال لي لا هو كان عندي وطلع راح الدمج يعني هل خلاص وكمل دراسه يعني كمل عذرا الدماغ كم كان يعني نسبه في اطفال كتير عندي والله الحاله هذه كم نسبه اللي كان الدماغ انه فيه انهدام او في اجزاء يعني العجز العجز اللي عنده كانت نسبه كبيره يعني 70% تقريبا مش 70 لا لان هو بيبقى على حسب هو اصلا الحادثه عامه بيبقى ممكن انت تصيب لو اتصابت مركز اللغه او اصابت ده ممكن ياخد وقت عقبال ما يعني يبدا يتجاوب معي لكن هو كان في بدايه تحسن ومن الثمره دي بدانا نشتغل عليها عمره كم لما جاكي كان عنده 3 سنوات 3 سنوات الحادث لا كان الحادث كانت قبل لكن هو جاي لي هو عنده استمر معاكي 3 قعد استمر معانا وبعدين اللي كان دخل الدمج وبعدين استمر شويه وبعدين خلاص راح بقى ما جاش ساعه كورونا بس انا الحق ليه فاكره كويس قوي لان هو قال لي ان شاء الله ببقى امام جامع هو ولد يعني ولد وقال يكون امام جامع وعندي وفي في بنوته برضو بس هي دي كانت مولوده بنقص اكسجين اصابه دماغيه 8 سنوات الان عمره اكتر من 8 سنوات 10 سنوات ويتحدث طبيعي لان هو كان جاي لي مش طبيعي بس هو عنده حبسه بدات عنده حبسه اللي انا اقول بقى اللي هو الامراض الكلام كان بقى عنده حبسه كلاميه وبقينا نتابعه شويه لغايه لما الحبسه الكلاميه هو بيبقى عنده مشاكل في الكلام زي الديسارسيا هو بيقدر يتكلم لكن مشكله الحبسه ليه قلت مشاكل الكلام او امراض الكلام ليه متصنفه كده لان هي المشاكل اصلا في اعضاء النطق لكن لو الامراض اللغه فهي المشاكل جايه من مركز اللغه نفسه مركز الدماغ واضح يعني. ففي فرق فلما باجي اعالج امراض اللغه بنعالج هنا اعضاء النطق نفسه وعلاج النطق نفسه بعد ما تشوف الطبيب لما لا هو انا يعني اصلا كان عنده وضع فيسيولوجي يعني لا هو اوريدي جاينا خلاص هو جاي متشخص من المستشفى ان هو عنده اصابه دماغيه بسبب حادث او بسبب مثلا نقص اكسجين اثناء الولاده ودخل حضانه وده وبياخد معانا علاج طبيعي
فيبدا يدخل لنا احنا كتخاطب. احنا قلنا كل الاعاقات اغلبيتها بتصب في النطق. والاسهل 80% ان اسهل علاجها لما يكون طفل بدري، كل ما يكون بدري كل ما يكون تدخل مبكر مهم جدا في كل العلاجات. حتى اقول الحبسه الكلاميه بتصيب الكبار وفي مع تاخر مع الامراض اللغه في حاجه اسمها العي، ده الاثنين دول الامراض العي. العي العي اللي هي ديسفيزيا اللي هو اكتساب فقدان اللغه بعد اكتسابها. الالوان اللي مال التوحد ايش يريد من الالوان المفروض تكون داخل الغرفه؟ هي ما تكون الوان مشتته كثير، مثل الوان ساده ابيض ابيض ساده، ما تكون احمر ولا اصفر ولا ما تكون ايش مدلب المترات البصريه لانه مو عندهم ضعف التواصل البصري. والواقع الان عندكم الوان ابيض في الجدران؟ لا ابيض كله كلها ابيض. لا ابيض وفي عمليه صيانه كل ما فيها لها تحديث احسن للافضل يعني. وغير الالوان الثانيه المزعجه لهم يعني ايش الادوات المفروض تكون هناك؟ هل يعني الادوات الحاده الغير حاده؟ ادوات حاده لا ممنوع تكون داخل الغرفه الصفيه. ادوات تكون ايش مناسبه لل الكرسي الخشبي. الكرسي خشبي وجلد عشان الطالب ما يتاذى. هذا يعني لابد يكون طبعا مراعين الظروف والاحتياجات كل طالب ونسميها احنا الظروف الفيزيائيه داخل الغرفه الصفيه. والعشر حالات الان بديت تبلش معاها بديت تستم صار لي شهرين تقريبا نبلش معهم تعديل سلوك يعني على السلوكيات الظاهره. عملت عمليه تقييم تمام شامله لهم تمام، ركزنا على جوانب القوه والضعف تبعيتهم. مرحله الارشاد الاسري هاي قبل ما انه نيجي هون جلست مع اسره كل طفل تمام، بينت له وين جوانب الضعف عند كل طفل مشان انه ايش انه واعطيته ايش ورقه تمام مكونه من 9 توصيات عامه بشكل عام انه في حال صار مع ابنك بالبيت هيك لازم تتصرف معه هيك تمام، توصيات سلوكيه عامه. ليش؟ يعني الاهل زي ما حكى الاستاذ ابراهيم هم الاصل يعني يعمل فولو اب متابعه للاهداف اللي دربته اياها بالفصل عشان بالاجازه ما تضيع. واضح بالنسبه لهذا الشيء. زين الان المرحله القادمه ماذا تريدون من لما تعالج العشرة اشخاص بعد سنه تقيم بعد سنتين؟ يعني العلاج هذا من يقيمها؟ من انت تقيم في المرحله الاولى؟ من يقيمك؟ هل في لجنه متابعه لتقيم هذا الفرد انه وصل يقول له ربما انا في البدايه قلت لكم عمليه البروتوكول العلاجي. نعم عندكم بروتوكول علاجي معين مستويات وين وصل وين حدث من يقيمكم انتم؟ هل في مؤسسه خارجيه ولا انت تقيم نفسك ولا المؤسسه نفسها بتقيم على المستوى الذاتي؟ البدايه انه على الفصل الثاني راح تكون احنا قيمنا راح نبني خطط تمام، عملنا نبني خطط راح يكون في تقييم. عندنا التقييم احنا بنقسم قسمين تقييم فصلي وتقييم سنوي تمام. في لجان فنيه بالوزاره وزاره التنميه تيجي كل نهايه سنه تمام اعطيني في اجاده نظام اجاده انت حاط اهداف، هاي اهداف في منها تطوريه وفي منها روتينيه وفي منها للطلاب تحسين ايش بيئه العمل تحسين اداء الطلاب. تيجي علي اللجنه الفنيه مثلا بتحكي لي حسن مثلا اعطيني ملف مثلا عبد الله تمام، انت حاط لي مثلا انه عبد الله مثلا حاط هدف تطوري انه بدك تنقله من قسم التوحد مثلا لقسم التاهيل المهني، ايش صار مع الطالب؟ وين شغلك؟ شو الاثبات؟ في لجان بتراقب، في لجان بالاضافه لايش؟ للمراقبه المباشره بتكون ايش؟ مديرة المركز. ما عندهم اختبار خاص في بيت لانه هو بالعين بيقود على كلامك انت وادلتك يعني. هسه اختبارات معينه يعني هو لتقييم ما تم. اللجنة الفنية المفروض لجنة محايدة تأتي بنظامها اللي تقيم مثلا انت اللي عندكم في الميزان الذهب. ميزان محاكاة اللي يقيم الذهب هو هذا الميزان يعني القيراط وسموه انتم الميزان اللي نعم هو المحاكاة. المفروض نموذج يكون له محاكاة وبالتالي انا ما احترامي لابد يكون في شيء من الحيادية اللي هي الاستمارة التقييم اللي وضعتها الوزارة. أما بدخل في تفاصيل معاك أصلا في عملية النحل أنا أحب التفاصيل. نعم فالإجادة إذا كانت بتطور هذه العملية تمام، ولكن هل من ضمن التحديات ربما أستاذ إبراهيم تتفق معي أو تختلف؟ نعم إنه عدم وجود متابعة. المتابعة موجودة دكتور. لا متابعة بمعنى إنه في له ميزان خاص. نعم هو بالنسبة لنا إحنا مثلا في الإعاقة الذهنية التطور اللي أنا ببقى سعيد بيه جدا لما تجيلي الحالة غير معتمدة على نفسها تماما ما عندوش المهارات الاستقلالية ويتقدم في هذه المهارة وابدأ أحوله للدمج في التربية والتعليم ده أصبح ترقى وصل لمرحلة أعلى كده فعلا أنا عملت نجحت في أن أنا التربية والتعليم ما عندهوش إمكانية أنه يدرب الحالة يعتمد على نفسه لكن هديني إمكانية متوفرة عندي أنا فأنا دربته وأهلته داخل الدمج الجزئي اللي موجود في التربية والتعليم ده نجاح ممتاز جدا. كذلك عند الأستاذ حسن برضو نفس القصة
أهل أولاده وارتقى بيهم ودخلهم قسم التأهيل المهني، ده برضو نجاح واضح. وأسأله في نقطة ربما نرد على إبراهيم في هذه النقطة، اسمح لي تفضل تفضل. إنه لما أقول إنه المنهجيات الأكاديمية الأوروبية قد لا تتناسب مع بيئتنا، أو نجيب التوحد، هل هو نفس اللي أنت شفته، نفس المرض اللي في الأردن في أمريكا، نفس المواصفات، السمات واحدة، نفس السمات، جوانب تشخيص واحد بس البيئات تختلف. اللي إذا البيئة تختلف يكون نفس المرض؟ لا، مش هو مش مرض، هو اضطراب. نعم، اضطراب، اضطراب واحد. نعم نعم، اضطراب واحد، اضطراب واحد. نعم، له جوانب تشخيص محدده، خلاص ما بتغير حسب البيئه. اذا بتغير البيئه هل هذا انه ممكن نرد عليه انه لما نجيب ادوات ونطبقها انه يعالج هذا الامر؟ يعني ممكن تطبيقها في بيئتنا؟ احتمال انها تزبط عادي. احتمال كم في المية؟ احتمال عشان ايضا راح يكون في احتمالها راح يكون ايش ضعيف، يعني حسب التقبل، حسب البيئه الموجوده. في تحديات، كل بيئه موجوده فيها تحديات. الآن مريض جيت عندي تمام وبريد الآن، إيش الأول مرة يعني تفحص، إيش البدايات تفحصي ماذا؟ معالا أنت بتيجي على حسب مشكلة اللي أنا عندي مشكلة في سرعة الكلام الآن أمام المشاهد الآن. أنا عندي سرعة في الكلام، كيف هل هذه تعتبر أمراض الكلام بس مش الاندفاعية في الكلام والتدافع؟ لا، هي في إن هو دلوقتي إحنا عندنا من أمراض الكلام حاجة اسمها تدافع الكلام، بس إحنا في تدافع الكلام، تدافع الكلام ده في حاجتين، في إن هو مفهوم فده مبقاش اضطراب أو مبقاش مرض، لأن أنا فاهم أنا عندي كمان سرعة في الكلام بس أنت متقابلين فيها حتى أيوه في تقاطع بينهم. لو هنشرح هنلاقي إن إحنا أوريدي بنتكلم بسرعة، بس حضرتك فاهم كلامي، لكن التدافع الكلام أو المريض اللي هو بيبقى عنده تدافع كلام وهو ده قال لك وكذا، وتلاقيه شوية كلامه بدأ يبقى فيه إدغام في السواكن وبدأ مفصل. إن هو مش فيش فصل، بتبقى قريب شوية، يعني هنقول إيه، هو مش تلعثم بس هو بيبقى قريب شوية إن هو مش فاصل، ما بيعرفش ياخد نفسه. نبدأ ندربه واحدة واحدة إن يبقى فيه مسافة ما بين الكلمة والكلمة عشان يقدر يتكلم. متى نازلين مصر إن شاء الله؟ إن شاء الله يوم بالنسبة يوم الخميس القادم. مصر نازلينها إن شاء الله المدة شهر؟ لا لا، الأجازة الفصلية فقط. وراجعين إن شاء الله راجعين بسلام. الآن الحالات المرضية اللي عندكم، نعم، اللي خلال إجازتكم، نعم، من هل في بديل؟ هدف البرنامج لإرشاد الأسرة هو ده، هو ده، ان ازاي الام جميل في البيت تقوم بدور الاخصائي اثناء فتره الايه الاجازه، لان انا ما ينفعش اجي من الاجازه لا الولد تنتكس. حلو، اللي انا عملته لازم ابني عليه، فهنا دور الام. لذلك نعمل الارشاد الاسري للام، ليه استدعي الام، ومفروض كمان استدعي الاب. للاسف غياب الاب ده يعني كل يوم رامين الحمل على الام، والام يعني يعتبر يعني هي متحمله العبء الاكبر، لكن الاب له دور ومسؤوليه. والاباء احنا نوجه رسالتنا للاباء، شاركوا الامهات، حط ايديكم في ايد بعض، المشكله المسؤوليه مشتركه. أيوة، المسؤوليه مشتركه، خاصه ابنائنا ذوي الاحتياجات الخاصه او ذوي الاعاقه محتاجين رعايه اكتر من الطفل العادي. الطفل العادي لو كان بيحتاج 1 من 10، الطفل ذوي الاعاقه بيحتاج 10 من 10 في الرعايه. فلازم الاب والام وكمان الاخوه والاخوات، حتى الاسره كلها كمجتمع. احنا هنا في مجتمعنا في الظفاري مجتمع، يعني انت عارف البيوت بتبقى بيوت عائلات، يعني ممكن الاعمام والاخوان قاعدين في بيت واحد، كل اللي في البيت المحيطين بالحاله ديت الحاله الخاصه لازم يبقى عندهم ثقافه كيف التعامل مع الحاله ديت. ما ينفعش انا اعامل الطفل باسلوب معايا في المركز والام تيجي تشتكي لي تقول لي الواد معاك بيبقى ماشي منطبط، اول ما يخرج من المركز يروح البيت بيتقلب صوره ثانيه. ليه؟ الاسلوب اختلف. نعم، الاسلوب اختلف، فلازم يكون اسلوب واحد موحد، ياخدوا المعلومه مني اللي انا بمارسها وبطبقها على الولد، هم يطبقوها في البيت عشان الولد يستمر. انا سال حسن، ايش تقول لها الام خلال 3 اسابيع من تكون بالاجازه؟ شهرين. لا، الاجازه اسبوعين، 14 يوم تقريبا. ال 14 يوم ايش تريد منها الام الان؟ انا اريد اخاطبها بابسط كلماتك، عندك لمده اسبوعين لانه عندك ال10 حالات الان في مركز الوفاه بولايه طاقه وحتى الولايات الاخرى، يعني هذه الحلقه ليست خاصه بولايه طاقه، فاهم عليك، فقط يعني هي حلقه للكل، كل عمان وكل ايضا الشباب اللي موجودين عندهم ذوي الاعاقه. نعم، صح، ايضا كنا ناقش ذوي الاعاقه وايضا احتياجات الخاصه اللي انتهت مدى ذوي الاعاقه. ماذا تقول لها خلال 4-5 خطوات؟ ماذا تقول لها؟ ماذا تنصحها؟ حسب عمليه التوجيه والارشاد بقوم انا مع التوصيات عامه، بس مش انه انا خلص اخذت اجازه معناته انا انقطعت عن كل شيء، لا، هدفي الاسمى والاساسي اني اضل متابع الحاله حتى لو باجازتي. هسه المتابعه راح تكون مباشره مع مدير المركز، تمام؟ اذا انا في حال انا ما رديت
فمدير بتبعث لمدير المركز تمام، المدير المركز بيبعث لي حتى لو انا باجازه، فانا يعني واجبي ان انا اتابع. وانا كنت احكي للاهالي انه لا تستحي ولا انه يعني وانا باجازه انك تبعث لي، ابعث لي باي وقت انا برد عليك. بين قوسين مصلحه الطالب هي العليا. بس عذرا يعني عشان نكون واقعيين، نعم بيبعثك ايش يعني انت بعيد؟ مشاكل سلوكيه. وكيف انت هل بتعطيه ايضا هو استشارة. ما قدر استشاره هو استشاره مشاكل سلوكيه هاي من ضمن التوصيات، بس الاهل مش عارفين يطبقوها. فهمت علي كيف؟ ولا قدروا يطبقوها الا عن طريق ممكن الهاتف يطبقوها. مثلا ببعث لي الفيديو مثلا ساوره ماشي، اهل طالب بعثوا الفيديو، فالبنت بتقول لي بتضحك، فقلت لها هي قاعده تعبر بطريقتها الخاصه مثلا، هي الام زي شكت انه قاعده تضحك لحالها. ليش تضحك لحالها؟ تخاف يعني. تمام اعطيتها شيء ثاني من ضمن التوصيه تابعيها، لما تشوفيها تضحك فوتي معها العبي معها. ضيعي الضحكه. هذا الاولى انها تعطيك استشاره زين. الثاني ايش تنصحها غير التوصيه؟ انا خليها بس كيف تشتغل على نفس التوصيه، بس التوصيه موجوده بالورقه، بس الاهل مش عارفين يطبقوها. لما انا كاخصائي من زي اهل، وانا بالبدايه بدراعي بدي اهل اهل نفسيا، اهل ذوي الاعاقه. لما يكون طفل داخل اسره فانت معالج تقعد معه 3-4 ساعات، هو اغلب الوقت مع الاسره، بدك تراعي ظرف الاسره نوعا ما. بدل توعيه المفروض يحتاجوا ورش. تتفق معي؟ نعم اكيد، وده من ضمن عملنا. وبدات فيها الاستاذه رانيا عملت ورشه للنطق والتخاطب، دوره كامله الام ازاي تمارس مع الاولاد الحركات، مخارج الصوت تطلعها منين، ازاي الولد تساعد الولد التدريبات الفم وتدريب اللسان، كل ده عملته. واحنا برضه عملناه في التربيه الخاصه، عمل الادوات الوسائل التعليميه مش متوفره الوسائل التعليميه، طب تعملها في البيت. اذا من ضمن التحدي تتفق معي استاذ رانيا انور ابو النجا في عمليه انه ربما اجازتكم فرصه تستمتعوا فيها ويكون هناك بديل، انه اكثر من خصائي توحد، خصائي مخاطبه، على اساس انه نضمن استمراريه العلاج. هل هذا من ضمن تتفقي معي او تختلفي؟ تفضلي. لا اتفق طبعا. تتفقي معي طبعا. يعني الحين خرجت الان التحديات يكون بالتناوب يا دكتور، يكون بالتناوب في مناوبه يعني بالتناوب. ما يصير طبيب الان يعني عنده اجازه انه المريض ما يتعالج، ولكن احيانا هذا مش بس انا عذرا يعني لا تصرفونه يا استاذ. انا هقول لك، انا هقول لك على حاجه. خلال سنه يضيع، خلال اسبوعين لا ثواني. هو انا دلوقتي احنا بالنسبه لنا اوريدي عملنا دوره، اصلا الام اساسي انا كنا كل فتره بنعمل ما تكفي ماشي. طب بس خليك معايا خليك معايا. هي مش مساله ما تكفي دلوقتي، اصلا احنا اوريدي معانا للام يوميا، كل ما بنيجي جلسه اصلا بقى في عندي انا بعمل دفتر المتابعه، فبقى حط لها دايما ايه الاهداف اللي احنا اشتغلنا فيها. ولو كان في طفل قدرته انه يقدر ادراك بصري للصور، ببقى حاطه صور لكل الاشياء اللي احنا اشتغلنا فيها، وحاطه الاهداف اللي احنا ازاي نشتغلها، ومدربين الام ازاي تشتغل كمان. حتى هو في محسن كل قسم عامل جروب للامهات ان هي ايه الانشطه وايه الحاجات بنحطها خلال الفتره دي، على طول بنحطها تبع التوعيه. عملنا دوره متكامله وجبنا الامهات وبقى يتدربوا قدامنا، ودي برده كانت ليها حلقه لوحدها. وبدانا نجحوا بالدوره، نجحوا جدا، وكانت مسمعه جدا الدوره. اختبارات لها يعني. كانت لا هي 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 دي مصغره، بس ان هي الام نفسها استفادت بالانشطه، وازاي تعمل انشطه في البيت، وازاي ان هي حتى احنا عملت مره من الارشادات. كان احنا كل سنه الارشاد الاسري ده بيبقى مرتين في السنه، مره نهايه الترم الاولاني الصف الاولاني، ومره نهايه الترم الثاني. من الدورات دي عملنا اننا قلت الام عملتها كذا مره الدوره دي، انت اخصائيه طفلك في البيت، انت الاخصائيه اللي قادره تتابعي وقادره تعرفي ابنك ازاي يقدر. وبالنسبه للنطق والتخاطب، ان هو بتقدر ازاي انها ازاي تنمي عنده الحصيله اللغويه، انها تقدر تتواصل معاه، ما تسيبوش مثلا زي ما قال الاستاذ حسن. بس ربما اقل ضررا من عمليه انه التوحد. هو انا ما هو انا عندي يعني ربما انت عمليه الفقد او شيء. ما هو انا عندي اصلا طفل التوحد هو بيبقى اصلا عنده مشكله في التخاطب. لا قصدي الغير نطق. الغير مصدر مش مصدر التوحد يعني. نتكلم على التخاطب بشكل عام. هو لو الطفل اوريدي قدراته قليله، وان الام ما بدتش اول باول تديله، مش لازم يكون عنده توحد صح؟ شرط. هو النطق عندي يعني او التخاطب عندي كذا مشكله. زين انا سؤال ربما في هذه الحلقه يعني فيها يعني اتوقع شعرت فيها انها ليست معقده او لا مش معقده الحمد لله. متى تزعلين من المريض نفسه؟ متى يفتقد صبرك يعني لا يكون هناك صبر ايوب يعني استحالة. يعني انت انسانه استحاله يعني دي عايزه اقولها لك
يعني انت لا هل في تصنع ولا في ادوات مش تصنع أدوات دلوقتي. طب انا هقول لحضرتك حاجه, انا كنت اخصائيه الحمد لله يعني, او انا اشتغلت درست الشغل بتاعي من 2004 ومن زمان وانا بمارسيه طبعا 2004 في مصر, مارست من البدايه في مصر من اول ما تخرجت 2004 وبمارست وبدات ان انا اشتغل وادرس في نفس الوقت يعني, انا دراسه مع يعني انا الماجستير 2021 اخذته انا هنا ولما قبل ما اجي 2014 كنت لسه مقدمه عليه, فانا بدرس وانا بشتغل على طول. طبعا دراستنا زي ما هو قال الاستاذ حسن ان في على طول حاجات جديده بتبقى موجوده ولازم ابديت دايما لدراستنا. لكن انا مثلا انا كمجالي كنت الاول 2004 قبل ما اكون ام قبل ما اكون زوجه, اختلفت نهائي بعد ما كنت ام. اكتر فتره اللي هو انت حسيت بالام وحسيت بالطفل وبقى ليك راحه نفسيه. الاول كنت اقول ليه الامهات ما بتشتغلش كويس في البيت, ما الطفل بيجي من هنا يعني, لدرجه ان هو ابراهيم قال ان احنا عايزينك تيجي معانا البيت. لا انا ما بقيت ام عرفت قد ايه الام محتاجه اكتر داعم نفسي يمكن اكتر من الطفل. عذرا, هل عندك حد من الاسره عنده اعاقه نطق, إعاقة ذهنية؟ هو وانتي أيضاً يعني مش إعاقة, بس هي الفكرة إني إحنا عشان الغربة وكده ابني شوية جات له طبعاً ديليت فونولوجي اللي هو يعني كذا الأصوات لما بتبقى كتيرة يعني. دلوقتي إحنا قلنا لدغة دي بيبقى في صوتين أو ثلاثة. الولد يعني انصاب مش انصاب, هو تأخر لغوي عادي اللي هو ديليت فونولوجي كذا صوت بسبب الغربة بسبب إن البيئة. مش إحنا قلنا فيه من تأخر نمو لغوي ممكن يكون بدون سبب, وده اللي انا بنبه ليه الامهات انه ممكن ابنها يبقى نمو طبيعي. التليفون هذا بيلعب فيه وخلاص. طبعا ممكن اصلا هو النمو الطبيعي بتاعه تمام وما عندوش اي شيء, لكن هو زي تساب او انه ما بقاش فيه بيئه منبهه ليه. أيوة. انه يبدا ننبهه لينا او انه يتكلم على طول ان انت اصلا بتبدا ان انت تتحاور معاه خلاص. ان انت تبدا إنما. طبعا احنا بالنسبه لنا هي برضو ان انا بقول عليها ودي ممكن يكون فيها اختلاف, ان فكره ان احنا هنا في لهجتين اللي هي اللغة العربية وفي الجبالي. أنا بالنسبة لي ابني خد العربي والإنجليزي لما دخلت مدرسة لغات, فلما دخل لغات شوية اتأخرنا, فدي نقطة. عشان كده بقول للأمهات خلي بالكوا علموا العربي كويس بعدين نحاول ندخل على أرضية قوية. أيوة بعدين ندخل اللغة الأخرى اللي هي الجبالي. رغم أنهم يتفاخرون الآن يقول هو والله بتكلم إنجليزي هاي التحديات الواجهة يعني زين. هي دي التحديات الجبالي فلا لازم. فهو أن أنت لما بتبقى حاسس استحالة يجيلك فقدان إمتى يعني, هو بالعكس أنت بتبقى مرتاح أكتر يعني. الجلسة جامدة جدا بيبقى فيه حب يعني يمكن نقول يعني نقول ايه ان احنا افضل وقت بنحبه وقت ما يكون في جلسات. يعني يا جماعة انتبهوا لاولادكم. ايوه علموا اولادكم اللغة العربية الاصيلة, يبعدوا عن الانشطة, يبعدوا عن التلفزيونات, يخلوا ويبعدوا عن الشاشات الالكترونية, يبقى زي زمان يخرجوهم يلعبوا في الشارع. يلعبوا في الشارع او الانشطة. مش لاش الاستاذ ابراهيم في عملية متى تزعل, متى زعلت, متى تخرج عن المألوف. ما خليك مش مثالي اليوم يعني, خليك طبيعي. متى مش مثالية والله بس دي حقيقة. خروج عن المألوف السلبية ولي الأمر, سلبية ولي الأمر. بس هذه النقطة اللي دارها يعني مش أنا ما تطلع عن طول يعني. سلبية ولي الأمر هي دي اللي تخليني خلاص أشعر بالإحباط الشديد لما الحالة تبقى معايا تمام منضبطة, خاصة السلوك سلوكيا. إحنا أصلا تعديل سلوك خصوص التربية الخاصة بنركز على تعديل السلوك. الولد معايا يمشي منضبط, ينفذ الأوامر, يعني يرعى يكون برعاية ذاتية لنفسه كويس, كل حاجة ينفذها زي ما أنا بطلبها, وبعدين في الآخر أول ما يوصل البيت كل ده يختفي نتيجة السلبية الشديدة في البيت. والأمهات لما أنا أكلم معهم وأنصحهم مرة واثنين وثلاثة ولاقي ما فيش استجابة أنا بزعل جدا, لأن ده بيعمل لي إحباط داخلي. أنا باجي من الأجازة مثلا السنوية ببدأ من الصفر تاني. يعني انت وتاخذ اجازه كان ولايه صلاله عندهم شيء. ايوه ممكن نروح اخصائي يعني ينتقل في مكان اخر الإجازة. نعم. على اساس انه لا يعني حرام انه واحد يتاخر العلاقه هذا خلال سنه خلال اسبوعين ينتهي يعني. نعم. لانه محتاج استمراريه زي ما أيوة. نعم. واضح يعني. نعم تفضل استاذ حسن. أفضل. اغرب شيء موقف حدث لك انت يعني خلال شهرين هذه وقدرت تتاقلم, هل اللغه قدرت تتاقلم مع الجمهور مع هذا فهمت هذا سمعت مني وقلت كذا ما فهمتني. هي اللغة كانت نوعا ما تحدي بالنسبة للأولاد. لا لك أنت. إلي تمام. فشو عملت؟ كان في طالب يجي على القسم يأخذ لاج وظيفي ما عنده إشي, مش توه حضور إشي, بس إيش عنده عاقة مكتسبة. فهو إيش بيعرف اللغة الجبلية. تقول تعرف أنا قد أنا وياك علمني شو معنى هاي شو معنى هاي. صرت أخذ بعض كلمات وأفهم على الولد إنه شو بده بالضبط.
لما صرت افهم عليه شو بده بالضبط خليت عنده ستيج قاعده لغه عربيه لغيت القبالي اجتماع مع الاسر أيوه. اقول لهم اعمل قاعده لابنك عربي بدي 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 اشرب بدي اكل بدي انت هذا جبت لها شاميه هذه لا هاي بلاد اشياء اني انا افهم عليه ويفهم لكن علي عذرا خليها عشان من باب ايش اللي تعلمته من اللغه الشحريه هذا القباليه الشحريه عشان سكف سكف مكانك اجلس سكف ميزلك ايوه عكو انه ما بده عكو عكو ما ادري هذا بديت تكذبه تفهم الكلمات انا بدي افهم شو هو انا لان انا بديت تركب انت تعرف شو بده بالضبط استجابات لانه هو عنده نقص باللغه التعبيريه كيف بدي افهم عليه اذا ما عنده لغه عربيه لغه قباليه طب كيف بدي افهم لغه رانيا بتضحك انا ما فهمت مرت عليك شيء أكيد طبعا يعني أنا كنت أصلا رافضة موضوع بإني تخاطب ونطق وعايز العربي فكنت رافضة وفي أم والله في أمهات كتير مشيت معايا وكانت بدأوا قالوا خلاص مش هنعلم يعني هنتكلم معهم عربي وما شاء الله كان يعني أنا عندي بنوتة ما شاء الله بتكلم دلوقتي عربي وجبالي مع بعض وراحت المدرسة ما شاء الله سنة رابعة بنتك أنت لا بنت المركز هو كل اللي في المركز ولادي أكيد بنوتة أيوة أنا كل في المركز ولادي سعيد جدا بهذا اللقاء الله يسعدك أخذنا ببساطة الله يسعدك دكتور محطات جميلة وقفنا عليها محطات أنه مركز الوفاء مركز حكومي تقدم وزارة التنمية مشكورة بالتعاون مع وزارة الصحة والتربية والتعليم وانتم ايضا موجودين على يعني كنف الوزاره والحكومه بتعطي يعني دعم لهذا المجال وتحدياتكم انتم يعني بالعكس يعني توصل للجهات المعنيه انه لما يرتقي الوضع لابد ان يشخص الواقع رانيا عاوز ايه انا عايزه الاهل والاب والام يبقوا هم الاثنين مساندين ليهم ونفسي بجد اني لما يكون في اسره فيها طفل عنده مشكله ما يبقاش فيه لود على الام او على الاهل ان ليه ابنك بيعمل كده او ليه كده لا بالعكس او يبقى فيه ولا نظرات الشفقه ولا لا يبقى التعامل عادي ان هو طفل موجود في البيئه زيه زي غيره وبل بالعكس نعين الام على تحملها للطفل مش يبقى فيه لود عليها هي دي النقطه ويتعاونوا الاخوه بما ان هنا ما شاء الله ان الاسره ما بتبقاش اوقات كتير ما بتبقاش لحالها يبقى مثلا الاب وزوجته قاعد مع الاسره فبقى فيه بقى الخال والعم فهم طبعا ما شاء الله هنا الحمد لله في ترابط وكل حاجه بس اذا في طفل في العيله في مشكله ما بقاش فيه لود عليه يحاولوا نشوف ايه اللي هو يساعده اللود اللي هو ثقل عليه يعني ثقل عليه يعني مثلا في بعض الشكاوي نقول لك ايه احنا نقول لهم مثلا ممنوع الحاجات اللي هي اللي اصلا ده المفروض طبيعي في كل بيت ان نقلل شويه من المواد الحافظه ونقلل شويه هل تدفق الكلام هذا الجميل أيوة. بسبب تخصصك انت التخاطب أكيد. صرتي ما شاء الله مسهبة مغدقة علينا بهذا الألفاظ الجميلة كالنهر هكذا يعني الله يخليك بس هو الفكرة ان هو الواحد في مجاله اكيد اتعلم وفهم ايه اللي يفيد الاطفال ولا وطبعا لو احنا رجعنا لزمان بعيد عن الوجبات الجاهزة وبعيد عن الحاجات دي في وجبات جاهزة عمانية عادي مش قصدي ان انا قصدي اعمل بس نقلل يعني مش انا ما بقولش ما نجيبش بس ما في حتى الوجبات الجاهزة الحادي اللي هي زي البيوت يعني احنا بنجي محدش بيخلي ان هو يشتري اكل من بره جاهز انا لا يسعني بس الشكر الله يخليك ببدي فيك انت قد شكرته بالبدايه ببدي فيك انت في الشكر الختام لرانيا انور ابو النجا وعلى تفضلكم لهذه الجلسه الحواريه في البيداء بودكاست وشكر التقدير ايضا للفاضل حسن العطوم اخصائي تاهيل توحد وليس اخرا الله يبارك الفاضل فيه ابراهيم عبد اللطيف اخصائي تربيه خاصه احنا بنشكرك جزاك الله خير شكرا جزاك الله خير على هذه تقبلكم جزاك الله خير الله يحفظك دكتور بعض الاحيان نوع من المناكشات لا الله يبارك فيك جزاك الله خير واتمنى لكم التوفيق في جلستكم اجازه سعيده ان شاء الله وطنطا توصل ان شاء الله محل كبرى طنطا نعم وانت بتوصل وين لا انا مسقط رايح سياحه داخليه ممتاز وين في مكان معين يعني بر الحكمان جميله ورانيا ظفار ان شاء الله مصر ظفار ان شاء الله قاعده ظفار جميله فيها اماكن جميله جميله ان شاء الله ولا يسعني شكرا لكم مشاهدينا الكرام وشكر والتقدير للفندق منتجع بلازا وايضا لمركز الوفاء لبطاقه شكرا والتقدير لكم والى لقاء اخر في البيداء بودكاست والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.